كمان تفاهمت مع أخوي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان على إقامة بطولة البلوت على كأس موسم الرياض. هذه بتكون بطولة استثنائية، أدعو كل لعيبة البلوت في العالم، مو في المملكة بس، في العالم والخليج العالم العربي لحضور هذه البطولة اللي بتكون في منطقة التمامة إن شاء الله في جانوري إن شاء الله، وتكون حاجة للتاريخ. أيضا من عندنا من الأفكار اللي قاعدين نفكر فيها عشان ما تقولون إننا نسينا أحد، إن شاء الله نفكر احتمال في موسم الشرقية إننا نقيم حفل يليق بقامتين في ليلة واحدة، فنيتين المرحوم صالح الشهري والأستاذ الكبير ناصر الصالح بما أنه من أهل المنطقة الشرقية. وأيضا في نفكر أيضا في موسم جدة كهيئة ترفيه، أيضا أن نقيم ليلة الفنان الكبير طلال مداح إن شاء الله. هذه من الأشياء اللي قاعدين نفكر فيها، وحبيت أنكم تكونون إن شاء الله على معرفة فيها، ويلا القادم أحلى وأحلى وأحلى. وحشتوني كثير واشتقت لهوا المملكة.